كما أكد الدكتور عبد الله عيد الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات ورئيس قسم العلوم الإكتوارية بجامعة البحرين اهتمام مملكة البحرين بهذا العلم، مضيفا أن علم الإكتوار سيلعب دورا أساسيا في المرحلة المقبلة، خصوصا مع توجه المملكة إلى البدء في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل. طبعا مثل ما تعرفون البحرين مقبلين احنا في البداية على مشروع التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. العلوم الإكتوارية راح يلعب دور أساسي، لأن دائما لما نتكلم عن عمليات التأمين العلوم الإكتواري أو الخبير الإكتواري يكون هو صلب هذه العملية. خلي أقرب مثال بسيط للمشاهدين في عمليات التأمين. مثلا إذا شخص عنده سيارة ويأمنها أو بيت أو تأمين صحي، دائما ما نسمع عن قيمة اشتراك يدفع العميل إلى الشركة في مقابل الحصول على التأمين. هذا المبلغ سعر الاشتراك أو رسوم الاشتراك هذه بيخليها الخبير الاكتواري، هو الشخص المؤهل عنده معادلات رياضية، عنده علم ومعرفة باللوائح الاقتصادية، فبيخلي السعر المطلوب اللي بيحافظ على استمرارية شركة التأمين وبيضمن حقوق المتضررين أو المطالبين بحقوقهم بعد فترة من عمليات التأمين. فبما أن احنا في البحرين عندنا توسع في جميع مجالات التأمين سواء الصحي أو حتى التأمين العادي، تأمين المنازل والتأمين على الحياة. الجانب الثاني من أهمية هذا العلم في مملكة البحرين هو مثل ما الكل اليوم عارف بالنسبة لإصلاحات صندوق التقاعد والمرسوم بقانون 21 وتوصيات الخبير الإكتواري. إحنا مقبلين على إصلاح في صناديق التقاعد. نظرة حاجتنا للخبير الإكتواري في هذا الوقت جدا ضرورية للحفاظ على استمرارية الصناديق، على الحفاظ على ديمومة العملية التقاعد. فهذه الأشياء اليوم احنا نحتاجها في مملكة البحرين بشكل جدا كبير.